السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم في سلسلة الشيخ الواثق بالله في أحاديث صحيح البخاري في برنامج كل يوم حديث لنعرف كل الأحاديث الصحيحة. أهلا ومرحبا بك أيها الشيخ الواثق في الله. حياك الله خالد. سنبدأ درس اليوم في برنامج كل يوم حديث صحيح. ماذا سنأخذ؟ سنأخذ الأحاديث النبوية والمذكوره في صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الوحي. 1. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الحديث رقم 2. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفضد عرقا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي في الحلقة الثانية من كل يوم حديث صحيح من صحيح البخاري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.